نتقل في جديد على بلوكس. ناخد معاه بيت بول يا جماعة. هنلعب طبعا معاه كتير مشهور كل الناس تعرفه. فانا دخلت جيم يا جماعة عناد. بس يا جماعة الوضع صعب لحد الان. بس انا بدأت الجيم عشان افوز فيه. انا عندي بهاي لعبة 300 كيل، لا كم 523 كيل عندي. ما بلعب اللعبة انا يمكن اسبوع بلعب مرة بس. مركز يا جماعة. احتاج بالحاجة يا جماعة، استنى شوي. صدقوا بعد فاصل يا جماعة. بس وطيت الصوت شوي، كان صوت مزعج. هلا بدنا نجيم بعد شوي بنبدا جيم. اليوم اشتريت امبارح الريبر لانه شفت الريبر قوي يا جماعة مع ناس كانوا بيلعبوا ضدي فيها وسريعين بالحركة المشي. لحد الان ما استخدمها يا جماعة، انا ما قدرت حدا من اول ما اشتريت. اول كنت بقدر حدا، انا ما قدرت حدا. يا جماعة نحاول نركز ما نخسر الجيم هذا. لو خسرناه بس نخسره مو بأوله. سيرفر فاضي ما في ناس كتير. بلاد السرعة عندنا زاد يا جماعة. نحن عندنا واحد ومعنا الريبر. لا لا هذا عنده الريبر يا جماعة. هذا عنده الريبر. هذا. يا عيد حرك بسرعة خارقة يا جماعة. هذا عنده الريبر. هاي جماعة بيجي تنين عملاق، انا لعبته وحصلت منه سيف بس مش بهاي اللعبة يا جماعة، مش بيت بول. واحد شبهها يا جماعة، شبهها مهكرة، بس مهكرة لعبت فيها وربحت السيف. بس بهاي اللعبة لا، ما الصراحة لا ما ربحت ولا السيف. بعد ساعتين يا جماعة هتنزل لعبة هابي بيت جيمز، لعبة 899 هي نفسها لهابي بيت جيمز. اوكي كيف عرفت يا جماعة؟ انه انا كنت عاملها فولو جماعة، اللي من زمان انا عاملها فولو جماعة، وهي اسمها هابي بيت جيمز. كانت عاملتها فولو انا من اول ما اعلنوا عن اللعبة. انا دورت على رابط للعبة وعملت لها فولو، نفس الرابط نفس الفولو اللي كنت عامله انا باللاي، بس غيرت اسم اللعبة. الماب ما تغير، صورة الماب هي نفسها هابي بيت جيمز جماعة. هتنزل اليوم، هتنزل بعد ساعتين، بعد ساعتين الجمعة اللعبة تنزل. طبعا هصور عن المبنى، طبعا المبنى الجديد. اوه كنت هموت الجمعة. استنى الجمعة نغير السيرفر، السيرفر ما فيه ناس كتير. الجنوب بعد فصل الجمعة غيرت السيرفر الفاضي لكن ما في ناس. انا السلاح اللي حصلته باللعبة المهكرة هاد، بس مو بهاي اللعبة يا جماعة، بالمهكرة. ما بعرف اذا حصلت بهاي اللعبة ولا لا، بس ما عرفت ليش انا تغابت يا جماعة ودخلت على المهكرة بدل ما ادخل اصلي. اتوقع بس المهكرة اللي فيها الايفنت هذا، بس لا حتى اصلي فيها الايفنت. خلاص سمعنا ولا واحدة. المرة الجاية هلا بعد شوي، لا بس هلا يمكن ما اقدر ادخلها بعد ساعتين. بعد ساعتين حتنزل لعبة الهابي بيت جيم، ادخلها بكرة يمكن. اركز على الموضوع هذا. انا بالمهكرة كسبت ليش؟ من كان عندي هاي المهارة بالمهكرة، هاي المهارة بس لي ما عندي الا هدول المهارات. الريبر اشتريت امبارح وهاي كان عندي من زمان، وهاي حصلتها من عجل الحظ. والفريز اشتريتها عشان هاي. انا كان ما عندي سلاح ضد هاي المهارة، كنت استخدم الفريز. الجامب اشتريتها اول ما جربت اللعبة، اشتريت الجامب. الريبر عم استخدمها يا جماعة مثل ما لكم. لما فاصل بداكم بعد ما يكون كمل هذول الجيم لسه مطولين دوسكم يا جماعة. بداكم بعد فاصل يا جماعة. بدأنا المباراة هلا. دخل معنا هذا. انا بعت طلب للناس، بعت لكل الناس اللي بدون يلعبوا معي يبدأوا. دخل معنا هذا بس هذا اللي اخذ. انا بعت جوين للكل من هون، بس هو الوحيد اللي دخل معي هذا. اللعبة يا جماعة مو صعبة، متركزوا بس على كرهها. جبناه زاد سرعتنا، متركزوا يا جماعة. انا امبارح على اخر في واحد نوب اصفر لونه، مش نوب يعني نوب محترف يا جماعة، باي انا وياه. بس اخر شي امبارح كنت مرتبة تانية بس خسرت ضده.
ما انتبهت من الدور يا جماعة، الدور هيك علي يا جماعة بدون ما انتبه. حاول جمع سبنات اكتر من اثنين عشان افتح فيهم هاي. فضلت اكتر من 5 دقايق يا جماعة جوا السيرفر، ما اعرف ليش ما راضي يعطيني اياها. فضلت اكتر من 10 دقايق حتى، مو 10 دقايق بس، ومن عم غير السيرفر كنت تغير السيرفرات حسبوها. هاي فتحتها ما جت لي غير ال شو اسمه 28%. هاي لا انا حسب اي واحد 28%. هاي انا حصلتها يمكن هاي بس، وكتب لي 28% ما اعرف ليش، وكتب لي صندوق على السيف بس ما طلع على الصندوق سيف، طلع لي السكن ابو 10%. اركز شكله محترف لاعب بتاع التنين. ايش اللاك كرة واقفة عنده عم ضرب ضربتين فيها. عاب جيم بالريبر وانا بغيره بختار هاي. هاي بفضل اشي لو هاي بعد ساعتين بيجي تنين عملاق يا جماعة كبير الحجم. التنين هذا ايه تنين بيجي هيك كبير يا جماعة بنص الملعب. طبعا بعض كل بعض الناس اللي لعبوه يا جماعة التنين هذا شوفوا هم داك بيقسموا اللاعبين كل اثنين فريق. فرقاء كتير موجود بالجيم بس كل اثنين فريق. جانا هاد ومهمة تكون تفوزوا. وضع التنين يا جماعة هنا حصلتها صح. تنزل عدو من هاد وهاد تيم لا اختاروا واحد لحال. نحاول بعد من الناس يا جماعة اذا في حد جنبي و ضرب الكرة دغري عمود فيها يا جماعة. الريبر من مهارات الريبر هي من مهارات الحلو يا جماعة انه شو اسمه انه بتزاد سرعتك ومتز الحدا يا جماعة. هيك الريبر كتير اسطوري يا جماعة. يعني انا عمود انا يا جماعة عمود. انا باي حظي كان حلو ليش؟ جيت عم بستخدم مهارة سيف النار صد لي اياها واحد بخطأ بالخطأ ضغط حرف الاف صديت كرة سريعة كان في كرة سريعة يا جماعة جيت سريعة ما كنت اصدها اصلا انا بالخطأ كان بزر الاف وبالحظي صديتها. اثنين صدينا ضربتهم هذول اللي بيطلع فوق هذول كارهين يا جماعة. قتل حاله تقول علي هون. بس صمدنا كتير يا جماعة احنا الرابع انه كان في اثنين قدامي يا جماعة وواحد فوق شو كان فات اي واحد هاد. انا فكرته هو الفاز فكرته هو الفاز. راح اعلمكم ما بدي ما عم نكمل عن حلقات كتير يا جماعة ما بعدها. انا مركز منيح الكرة سريعة تيجي فيني. لا اموت يا جماعة هلا لا خصوصا عم تكون جنبك كمان يموت واحد ثواني بالكرة هي جنبي وسريعة تكون.
انا ما عنده غيري، انا انا ما عنده غيري دي معانا بس يعني اجي الكرة عليه بتيجي دغري عليه بعدين ليش الله اعلم. وهون 99 روبوكس. طبعا احنا كمان نشتري شيء اخبي الروبوكس اللي عندي للعبة بيت جيمز، يمكن نضطر نصرف روبوكس. طبعا هاي كلمة معروفة يا جماعة، نصرف روبوكس مش صعبة، انه لعبة بيت جيمز خلينا نسميها حتى بيت سيميليتر 99 غير الاسم تبعها، اضطر نصرف فيها روبوكس اضطر. اذا ما رجعونا الجيم باس صرفناه باللعبة الاولى، لا يخلونا نضطر نشتري مرة تانية لا. بس اذا يعطونا اقل شي تعويض مقابل الله اللي ما سويناه انه بلعبة بيت سيميليتر واحد يا جماعة، اذا انت شايل في اي بي فيها بيعطيك بلعبة بيت سيميليتر 2 الفي اي بي شوي منه لوقت، لوقت يمكن ساعتين ثلاثة للفي اي بي بلعبة، هذا شوي ماشي على تعويض. بس لو بيعوضوا واحد بلعبة هابي بيت جيمز راح تنزل يعوض اقل شي بالجيم اللي صرفناه جيد، بس يمكن ما يعوض، انا ما اتوقع يعوض شيء الا الهيوجات اللي حكى عليها مثل اكسكلوزيف هيوجات حتلاقوها بالليل الثاني يا جماعة على كلامه. اوه هذول حريفين يا جماعة كتير، مات واحد بلوم تيم يا جماعة. ما حد اختار تيم، ثلاثة تيم والبقايا بدون شو اسمه هاي الجيم كل واحد ضد الثاني. حاول تضل قليل عنا بسرعة انه هاي الكرة سريعة يا جماعة بين الناس. هلا لا مات واحد منيح، بهالسيرفر يا جماعة صعب واحد يجرب الريبر بهالسيرفر، عم بطل نغير الريبر يا جماعة نختار مهارة غير الريبر. او 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 اصلا عادي لو متنا، كانت الكرة كتير قريبة جنبي انا وطست يا جماعة لو منطة. لا هاي احسن يا جماعة، كنت اصلا لازم اموت يا جماعة انه كانت سريعة وجنبي كان عندك كان قاعد. خلونا كلايم كلايم، انا فتحوا لنا اشياء كتير يمكن لا بس هذول تنتين. شوف شو في اول بالشوب هون مثلا، اتوقع شايزون امبارح كلهم شايزون كلهم كوين باي، بس انه بريميوم ما مو مهتم يا جماعة انه تقدر تحصل عليه من هون، اي عدلوها وخلوها احسن من اول. اول السبن بتاخد منك 40 دقيقة انت قاعد ولا تاخد واحد سبن، هلا ب 25 دقيقة بتاخد اثنين سبن. لا بعد تغيير المهارات لواحد تقدر
غير تلقائيا المهارات. ألعب الجيم جماعة، واللي بعده وانهي المقطع يا جماعة. موتوا يا جماعة، نقبل فاصل يا جماعة، كمل الجيم الأول لكي هلا نحاول آخر جيم ألعبه يا جماعة. امبارح شوف دايما خلي الكواليس بقتل كتير ناس، هلا ما بعرف ليش اليوم هلا بالمقطع بس ما قدرت أقتل حدا لحد الآن، بس اثنين اثنين بس. بعدين حديت شوية الناس يا جماعة، كان عندي 490 صار عندي 423 يا جماعة. شو ما عملت اشي يا جماعة امبارح، بس كلات ولا يا جماعة اليوم ضل خسرناها انه ضل نحكي كتير يا جماعة ومش انتبهنا اللعب اصلا. هاي ما اعرف ايش بدو سيرفر برو، سلام قبل ما انهي المقطع يا جماعة بس اعمل شغلة اروح لعند هون. لكم بقى فاصل يا جماعة، خلنا هون هون ترد الناس هذا عربي يا جماعة خلاص، لا مو واحد عربي يا جماعة، نشوف السعودي هذا بيلعب على الجوال. اثنين ضد عم يلعب على الكمبيوتر يا جماعة، صعب تكمل الليمون طبعا، لعب على الجوال شوية صعب، صعب ان الليمون اثنين بيلعبوا على الكمبيوتر يا جماعة. اتأكد اذا عربي ولا لا، عارف انه طوالي العالم السعودي يا جماعة فهم يا جماعة. انا من التيم الاحمر، حاول نكسب يمكن نكسب، ما حد بيعرف نكسب ولا لا. خسرنا، انا دايما بخسر يا جماعة، مش اول مرة بخسر يا جماعة. عن شغل هذا هذا شغل ما بيعرف يلعب، مجرد بها سرعة فزنا. صح الوين لازم بيحسبوها غير عم نكمل ثلاث مربعات، عم نحاول نركز منيح. منيح صديتها بالحظ، ضربة حظ يا جماعة. أنا كده يهزمني إنه أحسن مني بيعرف يلعب، فاز علي. هذا ما بيعرف يلعب اصلا، معتمد على الدرع اصلا. طلبناها
Fuzlada. جلستوها يا جماعة. عمود ليش علي يا جماعة؟ الله الله يا جماعة متنا. هو الولد عنده 1000 كيل خيرنا. اوكي يا جماعة، وصلنا لنهاية المقطع. لا مو لايك، شوفوا على القناة. اذا حابين نزع يا جماعة قطع ثاني يا جماعة على الباب نزل يا جماعة. مع السلامة.